اسمي أيمن الغالي، أنا مخرج وصانع محتوى من بيروت. وقت بلش الحراك كنت ظاهر، ما كنت عارفين إنه هذا الشيء عم بصير، وكان في اوريدي تسكير للطرقات، ووقتها كان في كتير موتوسيكلات وفي كتير عالم يمكن حسيت إنه ما بيشبهوني، كانوا فينا نقول عم يتزعرنوا. ما كنت عارفين مين هيدا الحراك، مين منفذه، مين هو الأشخاص اللي على الطريق. جربت بعنف شوي افتح الطريق وكمل بسيارتي على البيت. اول ما وصلت على البيت فتحت التي في وبلشت افهم شو عم بيصير. ما حسبت انا انه هو العالم هن معقول يكونوا انا، معقول يكونوا عم يطالبوا لحقوقي انا، ونفس المشكله اللي هن عم يطالبوا فيها هن مطالبي انا. اول شيء فكرت فيه انه احمل كاميرتي وانزل على الارض وكون وصور. بلحظة معينة كنت ماشي بقلب الكراد وعم جرب أوصل للفرونت لاين، عم بسمع عيط، عم بسمع خبيط، بس ما كنت عم بعرف بالضبط شو عم بصير. في صار صفين، صف عسكر وصف مدنية. المدنية عم بكبوا كل شيء معقول يشوفوه، يلاقوه من زبالة لحجر لعصي على الدرك، والدرك حامل السراي وما عم بخلي حدا يفوت. في واحد من مكافحة الشغب عم بشيل هيدا الدرع اللي عنده وعم بيسب المواطن بشكل استفز الشخص الآخر اللي واقف بوشه. حسيته مثل مشكل شخصي بين الدركة والمواطن على أنه يكون مشكلة وطنية. وشوي شوي صرت بلش أفهم أنه سلاحي هو أنا على الأرض كبروتستر مش كجورناليست، هو الكاميرا. وصرت حس وقت أحط الكاميرا قدام العسكري، العسكري صار ينتبه على تصرفاته، يغير وقفته. حتى كان معقول هيدا الاصطدام اللي كتير قوي بين قوى الأمن والمواطنين ياخد هيدا الحراك لمحل غير سلمي. لهيك تاني يوم قرروا النساء الموجودين بهيدا الحراك يشكلوا خط دفاع نسائي بوجه قوى الأمن، وين بيفصل قوى الأمن عن المواطنين الشباب اللي معقول يعملوا خراب بهيدا الحراك. شفت عالم عم تحرق شجر، بلشت صور و صرت تشوف عالم عم بكسروا شجر ويكبون على الأرض ويحرقوا، يزيدوا فيول على النار ليحرقوا بعد أكتر. بنفس الوقت كان في بنت عم بتروح تجيب مي تطفي الشجر وتعلق مع هول البايتي اللي عم بيولعوا الشجر وتعيط عليهم بطريقة كتير جريئة. هاي المرة كانت موافقة انه يصير في حريق وموافقة انه يصير في شغب، لان هي كمان معصبة مثل ما هو الشباب معصبين، بس مش يحرقوا شجر. كانت بس فكرتها انه توقف على انه ليش عم تحرقوا شجر، نحن نازلين كرمال الشجر. خاصة انه قبل بيومين كان صار حريق كتير كبير بلبنان حرق لنا كل الشجر، فكان في كونتراست كتير جذبني بهاللحظة، وحسيت بقديش في دايفرسيتي بين أشخاص الموجودين على الأرض. كلياتهم مطالبون موحدين، بس بنفس الوقت هول الأشخاص بيفكروا بطرق كتير مختلفة. وحسيت بأنه أنا بنتمي لهيدا الشخص اللي عم يحرق الشجرة، وبنتمي لهيدا البنت اللي عم بتطفي الشجرة. لياتهم كتير كانوا بيشبهوني بهيدي اللحظة. أمرار بتكون ماشي ببيروت وبتلاقي الزفت مشقوق وطالع منه نبتة كتير صغيرة. هذا الحراك هيك شكله أنا بالنسبة لإلي. شيء صار كتير ناتشرلي، كتير طبيعي بإحساس العالم، بالأنرجي تبع العالم. ما حدا دعا على هذا الشيء، ما حدا قال يلا نزلوا على الساحات، ما حدا قال هيك لننزل، ما حدا قال شيء، بس كلياتنا حسينا إنه هلا لازم إحنا كلياتنا لازم نكون واقفين مع بعض عم نعمل هذا الشيء. وأز لونج أز حنضلنا ماشيين بهذا الطريقة حيضلوا هذا الحراك ماشي بطريقة كتير حلوة. معقول يطلع مثل ما النبتة بتطلع هيدي اللي مشقوقة من الزفت، يوتا شوي لأنه الشمس خفت، بس بدها ترجع تزيح الغيمة عنا حتكمل تطلع هيدي النبتة، وحتاخد وقت بس حتصير شجرة كتير كبيرة بالآخر، مجزرة وكتير قوية، لأن ما بحياتنا كان عنا حس وطني مثل ما نحن اليوم عنا حس وطني.